المعادلة الوطنية. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: إحدى المعلمات أي مراقبين سقطت من المبنى من الطابق الثالث. اليوم الأول من امتحانات الشهادة المتوسطة انطلق بشكل مأساوي والضحية معلمة. عون يدعو واشنطن للمساعدة في عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة، ويقول إن لبنان مقبل على مرحلة متقدمة من الاستقرار السياسي. هدوء حذر في غزة بعد توسط مصر في وقف إطلاق النار. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد: إيدال تعلن عن سلسلة إجراءات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القطاعات الإنتاجية. وفي الرياضة: ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هايتي وديا. أهلا بكم. في اليوم السادس على تشكيله، أشار الرئيس سعد الحريري إلى أن التحديات في المنطقة تضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل حماية لبنان وتشكيل الحكومة. وتعهد الحريري قبيل توجهه أمس إلى المملكة العربية السعودية بالحفاظ على التفاهمات تحت سقف الثوابت. سياسيا أيضا، أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة على مرحلة متقدمة من الاستقرار السياسي. حياتيا، وفي حادث مأساوي ترافق مع انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة، توفيت معلمة في طرابلس بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرسة ابن خلدون في منطقة أبي سمرة، في وقت باشرت الأجهزة المعنية التحقيقات لكشف الملابسات. فيما كان طلاب البريفي داخل صفوف مدرسة ابن خلدون في منطقة أبي سمرة بطرابلس مشغولين بامتحاناتهم، كان الموجودون في محيط المدرسة مشغولين بمتابعة الحادثة الأليمة التي حصلت والمتمثلة بسقوط المعلمة هند كاف 55 عاما من الطابق الثالث. نحن وبنتي عم نتفرج، أنا وبنتي، فملي حدا خبط ونزل. بلا ملي حدا خبط نزل حسين، وفي حدا نزل، معرفنا زلمه، معرفنا مره، معرفنا طفل او تلميذ، معرفنا شو. قلت لهم تركوا الكتب، في حدا واقع، كتبت معهم انا، لقيت في حدا ممدود على الارض. ايه شو طلع؟ وحده واقعه بالارض، ما عرفنا هي منتحره حدا رميها او شيء. اي ساعه هيدي؟ الأولاد فاتوا على المدرسة على المركز الامتحانات، وعم تجري الامتحانات بشكل كتير طبيعي. شفتوا كلكم اللي حكيتوا مع التلاميذ، ما عارفين شو عم بيصير، إنما عم بيعيشوا امتحانات مثل أي مركز اللي كان. كنا نتأسف، كنا نأمل ما يصير هالحادث. وأنا هون بدي باسم معالي الوزير وباسم كل الهيئة التعليمية وكل وزارة التربية منعزي منتأسف اللي صار. المعلمة وقبل مفارقتها الحياة كانت نقلت إلى مستشفى دار الشفاء، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث. انطلقت اليوم إذن امتحانات الشهادة المتوسطة، وأكد المدير العام لوزارة التربية فادي يرق أنها جرت وفق النظام والأصول. تفقد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق سير الامتحانات للشهادة المتوسطة. يرق وخلال جولته على مدارس عدة والتي بدأها بمدرسة شكيب إرسلان الرسمية في فيردان، أكد أن الامتحانات تجري وفق النظام والأصول. الوضع جيد، التلاميذ كتير مرتاحين، عم بيخلصوا أول مسابقة ومثل ما كانوا متوقعين. أنا بتمنى النجاح للجميع، إن شاء الله بيكونوا امتحانات ناجحة وبيعكس تعب التلاميذ بنص السنة. عندنا 60,000 تلميذ بالشهادة المتوسطة و 41,000 تلميذ بالثانوية العامة. الرضا عن الأسئلة والمسابقات كان واضحا على الطلاب المختبرين. كتير سهل وأنه ما فيه ولا صعوبة، ومثل اللي عاملينهم بالمدرسة، يعني أسهل كمان. عادي، هينة، أنه مش كتير صعبة. روى أجواء، روى التلاميذ مرتاحين، كله تمام، ما حسوا أنه في شيء صعب، يعني دغري بلشوا. ضبطي محاولات غش؟ لا أبدا أبدا، التلاميذ كتير رايقين ودارسين. كذلك أجريت الامتحانات بشكل هادئ بالمناطق اللبنانية كافة. تربويا أيضا، وفي المجمع السكني للجامعة اللبنانية في الحدث، وجد الشاب الأردني عبدالله كشورة جثة هامدة
في حمام غرفته، وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى المكان وباشروا التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة. هذا وتداول ناشطون صورة قالوا إنها وصية كشورة وفيها كلمات وداع مؤثرة لوالده ولوالدته. في طرابلس أصيب 13 شخصا معظمهم من الأطفال بحالات تسمم نتيجة تناولهم حلوى من العربات المتجولة. مع انتشار عربات بيع الحلويات المتنقلة على الطرقات تتكرر حالات التسمم بسبب عدم مراعاة السلامة الغذائية من قبل البائعين المتجولين. وعلى غرار السنوات الماضية حالات تسمم عديدة سجلت في طرابلس، حيث أدخل 13 شخصا إلى المستشفى الحكومي في المدينة مصابين بتسمم معظمهم من الأطفال، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة. وتبين أن حالات التسمم هي نتيجة تناولهم حلوى بالقشطة تم شراؤها من بائع متجول. الدكتور المختص في المستشفى الحكومي حلمي شمروخ أكد بأن وضع الأطفال مستقر ويخضعون للعلاج ولا مضاعفات أو خطر على حياتهم. حسب الرواية الأهل إجانا تقريبا 2 كبار و 11 طفل. أغلبيتهم بيقولوا الأهل أنه أكلين مواد فيها قشطة من مكان ما في. عملنا الإسعافات الأولية اللازمة والوضع مستقر، ننتظر الفحوصات الأخيرة. يذكر أن عربات الحلويات المتنقلة إلى ازدياد في ظل غياب الرقابة الصحية الصارمة. رئيس الجمهورية ميشيل عون أجرى في بعبدة سلسلة لقاءات أبرزها مع وفد نيابي أمريكي، وأمل في أن يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من أن يضم في الحكومة الجديدة كل الأطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة. أعرب رئيس الجمهورية ميشيل عون عن أماله في أن يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من أن يضم في الحكومة الجديدة كل الأطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدمة بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي في البلاد. كلام الرئيس عون جاء أمام وفد من النواب الأمريكيين ضم النائبين داريل عيسى وستيفن لينش بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد. ودعا رئيس الجمهورية الولايات المتحدة إلى مساعدة لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل للأزمة السورية للمباشرة بهذه العودة، شاكرا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني. كما عرض مع الوفد موقف لبنان من التطورات في سوريا، إضافة إلى الوضع على الحدود اللبنانية والمفاوضات الجارية مع إسرائيل عبر الأمم المتحدة لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية برا بحرا، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات ستستمر للوصول إلى النتائج المرجوة، ومجددا تأكيد على أن لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 فيما إسرائيل تواصل انتهاكاتها له. الوفد نقل للرئيس عون التهاني لمناسبة إجراء الانتخابات النيابية بنجاح وللجهود التي يبذلها الرئيس عون في حماية لبنان والدفاع عن سيادته واستقراره. رئيس الجمهورية استقبل كذلك بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية مرغناطيوس يوسف الثالث يونان، الذي أعرب عن أمله في أن تتمثل طائفة السريان الكاثوليك في الحكومة الجديدة وفي الوظائف العامة للمساعدة في مسيرة النهوض ومحاربة الفساد. كما استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لأوجيرو المهندس عماد كريدية، الذي أطلعه على تطور عملية نشر شبكة الألياف الضوئية في الأراضي اللبنانية بحضور السيدة كلودين عون روكوز. كريدية أكد أنه سيتم إطلاق العمل بالمشروع وستتواجد الفرق التقنية على الأرض للمواكبة خلال أسبوع أو 10 أيام. قضية توقف في مدارس الليسيه الفرنسية الكبرى عن التعليم عرض لها الرئيس عون مع لجنة الأهل، التي شرحت الملابسات التي أدت إلى وقوع الخلاف بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وشكروه على المساعي التي قام بها الوزير جريصاتي لمعالجة الأمر والتوصل إلى حلول. أشار الرئيس سعد الحريري في إفطار أقامته دار الأيتام الإسلامية إلى أن التطورات في المنطقة تضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل حماية لبنان وتشكيل الحكومة. أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن لبنان يواجه تحديات كبيرة خارجية وداخلية في ظل التصعيد الإقليمي الجاري عسكريا فوق مسرح العمليات السوري وسياسيا في فلسطين المحتلة بعد الخطوة المرفوضة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
الرئيس الحريري وخلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته دار الأيتام الإسلامية في مركز سيسايد أشار إلى أن التطورات في المنطقة تضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية لبنان وتشكيل الحكومة. يمكنني القول أن كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد وفي البرلمان واعية للمخاطر الخارجية والتحديات الداخلية، وبالتالي فهي متوافقة على ضرورة الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة، كما أن هناك توافقا بين فخامة الرئيس ميشيل عون ودولة الرئيس نبيه بري وبيني على ضرورة الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومن ضمنه أولوية مكافحة الفساد بكل أشكاله. فنحن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر بإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها والبدء بتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم تمويل المرحلة الأولى منه في مؤتمر سادر قبل أسابيع في باريس، لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية اللائقة لكل اللبنانيين وإيجاد فرص العمل أمامهم. الرئيس الحريري تعهد باستكمال مسيرة الإنجاز في الحكومة والحفاظ على هوية لبنان العربية، الحفاظ على التفاهمات الأساسية التي حمت الاستقرار وأطلقت مسيرة الإنجاز في الحكومة المستقيلة تحت سقف الثوابت التي لا مساومة عليها، وعلى رأسها اتفاق الطائف والدستور ونظامنا الديمقراطي وهوية لبنان العربية. وكانت كلمات تحدثت عن دور دار الأيتام الإسلامية والمشاريع المستقبلية، كما تبادل الرئيس الحريري الصورة التذكارية مع الأطفال الذين قدموا عروضا فنية. في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للجمارك ولا سيما لناحية مكافحة الفساد وهدر المال العام، أعلن المدير العام للجمارك بدري ظاهر إلغاء بصم السيارات المستعملة المستوردة إلى لبنان. في إطار سياسة تبسيط العمل الإداري للمديرية العامة للجمارك وبهدف تخفيض الأعباء على المكلفين وتقليص الإجراءات المتعلقة بتقليص البضائع، أعلن المدير العام للجمارك بدري ظاهر عن إلغاء بصم السيارات المستعملة المستوردة إلى لبنان. وبما أن عملية البصم تتطلب عددا لا بأس به من الموظفين في المكاتب التي يصرح فيها بالوضع بالاستهلاك المحلي عن السيارات المستوردة، وأن إلغاء هذه العملية تؤدي إلى الاستفادة من هؤلاء بأعمال أخرى توكل إليهم، وبما أن البصم يؤدي إلى زيادة الإجراءات والوقت التي تتطلبه إنهاء عملية استيراد السيارات، إننا نرى بأن لا جدوى من عملية البصم، قررنا إلغاء عملية البصم في جميع المكاتب الجمركية. وأشار ظاهر إلى أن إجراء البصم هو اختراع لبناني وليس موجودا في أي دولة أخرى، لافتا إلى أنه اعتمد على أثر حادثة تتعلق بتسجيل سيارة دون تأدية الرسوم الجمركية عنها. بعد الفاصل تتابعون رحيل سمراء النيل. أهلا بكم من جديد. دعت روسيا إلى انسحاب كل القوات غير السورية من جنوب سوريا في أسرع وقت ممكن، في وقت كشفت أنقرة أن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة. يجب انسحاب كل القوات غير السورية من حدود سوريا الجنوبية مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن، هذا ما قاله وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. لافروف ذكر بأن هناك اتفاقيات معروفة جيدا حول خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، وقد تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، مشددا على ضرورة تطبيقها في أقرب وقت ممكن. وكان قائد في تحالف عسكري مؤيد لنظام الأسد كشف أن قوات النظام استكملت استعداداتها لهجوم وشيك على المنطقة
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في جنوب غربي سوريا ما يزيد من احتمالات تصعيد كبير جديدة، بينما اعتبر قياديون بالمعارضة السورية أن النظام يقوم بشن حرب نفسية. يأتي ذلك في وقت أعلن الديلي تيليغراف أن روسيا وإسرائيل توصلتا لاتفاق يسمح للنظام السوري بالسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة في الجنوب وعلى طول الحدود الأردنية الإسرائيلية طالما لم تشارك إيران في العملية. أما شمالا فأكد وزير خارجية تركيا مولود شاويش أوغلو أن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة، وكشف أن خططا لخارطة الطريق في مدينة منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلت تركيا والولايات المتحدة لاتفاق. أما إنسانيا فحذرت منظمة Human Rights Watch الحقوقية من تداعيات تطبيق نظام الأسد القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني على أملاك المواطنين السوريين، واعتبرت المنظمة أن القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم الإجراءات الكافية للمحاكمة أو التعويض، ويصل إلى حد الإخلاء القسري بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية. وأكدت المنظمة أن فترة 30 يوما الممنوحة للملاك في القانون غير كافية للطعن في حكم الإخلاء وإيقافه، مشيرة إلى أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين. أعلنت جمهورية جورجيا أنها باشرت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، معللة اتخاذ هذه الخطوة على خلفية اعتراف النظام باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وكان نظام الأسد أقام علاقات دبلوماسية رسمية مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على مستوى السفراء لتكون سوريا بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثا. هذه الخطوة التي نددت بها الخارجية الأمريكية تندرج في إطار محاولات النظام السوري الخروج من عزلته الدولية وبناء علاقات دبلوماسية وتجارية مع بلدان عدة. نفت قوات الاحتلال الإسرائيلي توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي يشهد هدوءا حذرا. يشهد قطاع غزة منذ فجر اليوم هدوءا حذرا عقب العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بعد 3 أيام من التصعيد الإسرائيلي على عشرات المواقع الفلسطينية، فيما لا تزال طائرات الاحتلال الاستطلاعية تحلق في أجواء القطاع. وقصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية. وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية التوصل لتوافق مع الاحتلال للعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار من أجل إنهاء أكبر تصعيد منذ حرب عام 2014، موضحا أن وسطاء مصريين تدخلوا بعدما نجحت المقاومة الفلسطينية الصينية بصد العدوان وتغيير قواعد الاشتباك. وأكد الحية أن فصائل المقاومة ستلتزم بوقف إطلاق النار طالما التزم الاحتلال، لكن وزير الاستخبارات في حكومة الاحتلال إسرائيل كات نفى التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار زاعما أن إسرائيل لا تريد تدهور الأوضاع. التطورات الميدانية دفعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في غزة. تواصل قوات الشرعية تقدمها في محافظة لحديدة وسط عملية اعتقال تمارسها الميليشيات الحوثية بحق شبان المحافظة بتهمة التعامل مع قوات المقاومة اليمنية التي اقتربت من مطار لحديدة. لا تزال قوات الشرعية اليمنية تشق طريقها من منطقة الدريهمي نحو مطار الحديدة الاستراتيجي بحذر وببطء بغرض تأمين خطوطها الخلفية. وبينما ينحصر هذا التقدم من جهة الجنوب باتجاه مدينة الحديدة التي تبعد 20 كيلومترا، شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من شبان المدينة بتهمة الخيانة والتآمر والعمل مع قوات المقاومة الشعبية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى المنطقة الاستراتيجية. ولم يكتف الحوثيون بإغلاق ميناء الحديدة وبيع البضائع فيه في المزاد العلني، فقد عمدوا على إغلاق البنك المركزي في المدينة بعد أن استكملت عملية نهب جميع الأموال من داخله. ومع اتخاذها تدابير أمنية مشددة عبر نصب الحواجز وعمليات التفتيش الواسعة، أطلقت الميليشيات عربات تحمل مكبرات للصوت تطلب من المواطنين في المدينة عدم تصديق وصول قوات المقاومة المشتركة إلى مشارف المدينة وحثهم في المقابل على مشاهدة منابر الحوثي الإعلامية.
كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي في نيسان الماضي على ناقلة نفط سعودية حصلت عليه من إيران. واعتبر ماتيس أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر كان جليا عندما أصاب الصاروخ الإيراني ناقلة النفط السعودية. وعبر المجتمع الدولي بما في ذلك واشنطن مرارا عن مخاوفهم من استهداف الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر. انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوة البرلمان لإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 12 من الشهر الجاري. وأبدى العبادي استغرابه من تصريح مسؤول في مفوضية الانتخابات حذر خلاله من احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات. وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاستثنائية الاثنين على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والاقتراع المشروط للنازحين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة. لقي المعارض والصحفي الروسي البارز أركادي بابشينكو مصرعه بالرصاص في العاصمة الأوكرانية كييف. الصحفي الذي يبلغ من العمر 41 عاما كان غادر روسيا العام الماضي واستقر في أوكرانيا بعدما تلقى تهديدات عدة داخل بلاده بسبب نشاطه السياسي والصحفي. وأكد مصدر أمني أن الصحفي الروسي أطلق عليه النار على ظهره أكثر من مرة من طرف قاتل مجهول، وذلك حين كان يهم بفتح باب البيت إثر عودته من متجر محاذ لمنزله. واتهم رئيس الوزراء الأوكراني روسيا بالضلوع في عملية القتل مشيرا إلى ما وصفه بالآلة الشمولية للرئيس فلاديمير بوتين. أجلت الشرطة الفرنسية مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس، وأظهرت لقطات للتلفزيون عشرات المهاجرين من المخيم الواقع بالقرب من قناة في شمال باريس وهم ينتظرون نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة. وجرت عملية إخلاء المخيم تحت أعين قوات شرطة مكافحة الشغب. انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر وزارة الداخلية في كابول قبل أن يتبادل مسلحون النار مع قوات الأمن في أحدث هجوم للمتشددين في العاصمة. هذا وأعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي أن أكثر من 50 من قادة حركة طالبان الباريزين قتلوا في قصف مدفعي استهدف اجتماعهم في إقليم هالمند جنوب أفغانستان، وذلك في وقت لا يزال فيه القتال مستمرا في أنحاء البلاد. ورفضت طالبان التقرير ووصفته بأنه دعاية، وقالت إن الهجوم أصاب منزلين لمدنيين في قلعة موسى وأسفر عن مقتل 5 مدنيين وجرح 3 آخرين. غياب الموت الفنانة المصرية مديحة يسري عن عمر يناهز 97 عاما بعد رحلة فنية حافلة بدأت قبل أكثر من 7 عقود. مديحة يسري واحدة من أجمل الوجوه التي عرفتها الشاشة المصرية. بدأت مسيرتها الفنية في العام 42 إلى جانب الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مع فيلم ممنوع الحب الذي أدت فيه دورا صامتا. خلي الوداع من غير علشان يكون عندي أمل. بعدها حصلت على فرصتها الأولى في فيلم أحلام الشباب لتتوالى أعمالها السينمائية والتلفزيونية والإذاعية التي قاربت 90، وأبرزها أمير الانتقام، حياة أو موت، لا تسألني من أنا، لحن الخلود، والخطايا. سمحني سمحني يا أنا أمك. مش يمكن دي الحقيقة، أنا أمك ودي الأوراق اللي تثبت إنك ابني. قبل اعتزالها الفن نهائيا منذ 6 أعوام كان آخر ظهور سينمائي لمديحة يسري في فيلم الإرهابي مع الفنان عادل إمام في العام 94. أما آخر أعمالها التلفزيونية فكان مسلسل هوانم جاردن سيتي في العام 97. لو روحه فيها وبيحبها كان احترمها واحترم كرامتها.
تزوجت مديحة يسري 5 مرات، وأشهر أزواجها الفنان محمد فوزي الذي تشاركت معه بطولة العديد من الأفلام، وأنجبت منه ابنهما الوحيد عمر الذي فجعت بوفاته في حادث سير ما سبب لها أزمة نفسية كبيرة أبعدتها عن الشاشة لعام كامل. سمراء نيل كما كان يلقبها عشاق فنها اختيرت في الأربعينيات كواحدة من أجمل 10 نساء في العالم، وفي العام 98 باتت عضوا في مجلس الشورى المصري بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك. مديحة يسري التي حازت على جوائز تكريمية عدة في أهم المهرجانات المصرية والعربية، ومنحتها أكاديمية الفنون المصرية الدكتوراه الفخرية في العام 2017، أقعدها المرض على كرسي متحرك منذ العام 2012، ولازمت منذ ذلك الحين المستشفى لفترات طويلة، حيث كان يحرص نجوم الوسط الفني على زيارتها باستمرار والاحتفال بعيد ميلادها، إلى أن خسرت معركتها الأخيرة أمام المرض في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 97. بعد الفاصل تتابعون. مزارعو البطيخ يرفعون الصوت مجددا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. اليوم الأول من امتحانات الشهادة المتوسطة انطلق بشكل مأساوي والضحية معلمة. عون يدعو واشنطن للمساعدة في عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة. هدوء حذر في غزة بعد توسط مصر في وقف لإطلاق النار. استقبل الرئيس فؤاد السنيورة السفير المصري في لبنان نزيه النجاري وبحث معه في الأوضاع الراهنة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل السفير الأسترالي جالين مايلز الذي عبر عن ارتياح بلاده إلى تسمية رئيس حكومة بشكل سريع، متمنيا أن تكون الإصلاحات المطلوبة من أولويات مشاريع الحكومة الجديدة. وأكد السفير الأسترالي دعم بلاده للجيش اللبناني لافتا إلى ضرورة مساعدة لبنان على تحمل العبء الذي يشكله النزوح السوري على مختلف المستويات. افتتاح فرع صيدا في الصليب الأحمر اللبناني مركز رامي محمد زيدان لخدمات نقل الدم. بمبادرة من محمد زيدان افتتح فرع صيدا في الصليب الأحمر اللبناني مركز رامي محمد زيدان لخدمات نقل الدم، وقد أقيم احتفال بالمناسبة في باحة المركز بمشاركة النواب بهية الحريري وأسامة سعد وميشيل موسى وسليم الخوري وعدد من الفعاليات. نحن موجودون لتلبيتكم بوحدات الدم عند الضرورة بتقنية عالية وكرامة محفوظة. نحن موجودون لخدمتكم ولكم. هذا هو عهدنا وهذه هي رسالتنا، رسالة خدمة من وراء الواجهة. وكانت كلمة لصاحب المبادرة نوه فيها بدور ورسالة الصليب الأحمر معتبرا أنه يستحق أكثر من هذا المركز. من جهتها شكرت رئيسة فرع صيدا في الصليب الأحمر هيام البزري زيدان على مبادرته ووقوفه الدائم إلى جانبهم وتجاوبه مع احتياجات هذه المؤسسة. نفذ موظفو بلدية الغبير اعتصاما رمزيا استنكارا للاعتداء الذي تعرضت له شرطة البلدية أثناء قيامها بحملة لإزالة الإكسبرسات غير القانونية بين جسر المطار ومحلة مشرفية. وطلب المعتصمون عبر شعارات رفعوها بمحاسبة المعتدين وتطبيق القوانين وتعاون القيمين من جهات رسمية وحزبية، آملين عدم تكرار مثل هذه الحالات المتفلتة. كساد المواسم يتوالى فصولا في عكار المحرومة، فبعد القمح مزارعو البطيخ يرفعون الصوت. يرفع المزارع العكري رواد عثمان صوته مطالبا دولته بالرعاية والعناية، فأرض السهل السمراء كجباه وسواعد أبنائها مليئة بالخيرات لكنها تعاني كساد المواسم الذي يتوالى فصولا. يناشد المزارعون في هذه المحافظة الشمالية الدولة بفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم القادرة على المنافسة بالإضافة إلى تخليصهم من السماسرة. موسم البطيخ السنة منه حمل كتير وتكلفته كبيرة كتير وتصريف لقاله ما في، يعني اليوم نحن بموسم البطيخ عزدين موسمه حقه 300 ليرة بالسوق، ومثل منك شايف عم نبيعه على الطرقات لحتى نقدر يعني نعوض علينا شوي من الرزق من تكلفته. بعد القمح يرفع مزارعو البطيخ في عكار الصوت على مشكلتهم تجد طريقها للحل.
وضعت غزالة في بلدة شرقية سور توأما من الغزلان، وبحسب ما أكد مالكها أن الولادة كانت طبيعية وأن الأم بحالة جيدة هي والتوأمين. يذكر أن عدد مربي الغزلان في منطقة سور منخفض ولا يتجاوز عدد الأصابع. بعد الفاصل تتابعون في الاقتصاد. أسعار الذهب تتراجع في ظل قوة الدولار التي أثرت سلبا على السوق. الفقرة الاقتصادية مع باسل الخطيب. شكرا ميرنا، أهلا بكم. في سياق الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال للمزارعين، أعلن رئيس إيدال المهندس نبيل عيتاني اليوم عن سلسلة إجراءات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القطاعات الإنتاجية. ماذا في التفاصيل؟ في مؤتمر صحفي جرى في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال بحضور رئيس إيدال نبيل عيتاني ورئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفواكه في لبنان نعيم خليل ورئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي وحشد من المزارعين والمصدرين، أعلن عيتاني عن سلسلة إجراءات اتخذتها المؤسسة بهدف مواجهة التحديات التي تتعرض لها القطاعات الإنتاجية. وتتمثل الإجراءات بزيادة قيمة الحوافز المالية للمنتجات الزراعية المصدرة عبر برنامج أجري بلاس بنسبة 15% ومنح المنتجات الزراعية المصدرة إلى الأردن الدعم نفسه الممنوح للصادرات إلى المنطقة ب أي منطقة الخليج بصورة مؤقتة، وحتى فتح الحدود السورية الأردنية وتجديد العمل ببرنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية أملاب. هي حقيقة الموافقة ما بين الطلب وما بين الإمكانات، وبالتالي زيادة الحوافز اليوم أزد نتيجة على المنافس، زيادة التنافس كتير عالي صار في المنطقة على المنتج، صار في تنافس عالي نتيجة متغيرات سياسية في بعض الدول بأوروبا وبروسيا، ما بدنا نذكر عددها، صارت كل البضائع بشكل أو بآخر متجهة على هذه الأسواق، مما شكل ضغط على عددها. وزادت كلفتنا نحن، كلفة الإنتاج تاعنا للمنتج اللبناني، صرنا تقريبا على قابة أن نكون نفقد المنافسة، وبالتالي تراجعت الصادرات لسنة 2017 7%، صار في قدرة من هون الإمكانيات المتوفرة، لأن اليوم هذا البرنامج عنده كم من الموازنة، وبالتالي نحن قلنا بدل كم، بدل ما يكون يضلوا موجودين عشان وزعناهم ليكونوا حافز لهم نرجع نعمل عملية منافسة أعلى. وأكد عيتاني تمديد العمل ببرنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية أملاب لغاية 31/12/2018 في ظل توافر الاعتمادات اللازمة التي تغطي فترة التمديد. قال وزير الاقتصاد الألماني إن ألمانيا تسعى لإنهاء الخلاف بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم، وقال إنه سيناقش القضية مع مفوضة التجارة الأوروبية ووزير التجارة الأمريكي خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن عليهم محاولة تفادي زيادة الرسوم. وكان ترامب فرض رسوما 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم في آذار، لكن الاتحاد الأوروبي حصل على استثناء حتى أول يونيو حزيران. تراجعت أسعار الذهب في ظل قوة الدولار التي أثرت سلبا على السوق، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل المخاوف المرتبطة بالاضطراب السياسي في إيطاليا والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1296 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.3% إلى 1295 دولار فاصل 50 للأونصة. وحام مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية قرب أعلى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر الذي لامسه في جلسة سابقة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.6% إلى 16 دولار 30 للأونصة. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد والمال، إلى اللقاء. بعد الفاصل تتابعونا في الرياضة. زين الدين زيدان المدرب الأكثر شهرة في العالم. الفقرة الرياضية مع هبة زيدان.
مساء الخير. نجح المنتخب الأرجنتيني اللي عم يستعد لخوض منافسات مونديال 2018 يلي رح يبدأ قريبا على الأراضي الروسية من تحقيق فوز كبير على منتخب هايتي بنتيجة 4-0 بمباراة تألق فيها نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي بتسجيله هاتريك بهاللقاء. المباراة اجت سريعة من قبل منتخب التانجو يلي عم بيقوده المدير الفني سان باولي، وكان نجمة من دون منازع ميسي يلي احرز 3 أهداف بهاللقاء، في حين احرز الاصابة الرابعة سيرجيو اغويرو. ايضا باخبارنا، طلب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الالماني من ادارة الفريق السماح له بالرحيل عن الفريق الصيف القادم. وقال وكيل اعمال اللاعب لصحيفة بيلد الالمانية خلال تصريح له التالي: ليفاندوفسكي يريد التغيير وخوض تحد جديد في مسيرته، إدارة بايرن تعرف ذلك. وأضاف: ليفاندوفسكي لا يرقد وراء المال أو الانتقال إلى ناد محدد، لأن كل أندية القمة غالبا ستحب امتلاك أفضل مهاجم في العالم. بدي أذكر أنه عقد ليفاندوفسكي مع نادي البافاري هو حتى عام 2021، وما عنده أي شرط جزائي بعقده، وهذا الشيء بيصعب فكرة رحيله عن الفريق البافاري، كما أنه اللاعب مطلوب من عدة أندية أوروبية مثل ريال مدريد، تشيلسي وباريس سان جيرمان. منحت دراسات إسبانية الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال لقب المدرب الأكثر شهرة بالموسم الحالي، متفوق على جميع مدربي الليغا والبطولات القارية بأوروبا وحتى مدربي المنتخبات الوطنية. وبحسب الدراسة يلي أجرتها الشركة الاستشارية المتخصصة بالاتصالات والعلاقات العامة لنخبة الرياضيين، فقد احتل زيدان صدارة ترتيب المدربين لهالعام بعدما أصبح المدرب الأول بتاريخ دوري أبطال أوروبا يلي بحقق لقب البطولة 3 مرات على التوالي. وعلى مستوى أيضا الليغا، تفوق زيدان على الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وإرنيستو فالفيردي مدرب البارسا. وفيما يتعلق بالترتيب العالمي للمدربين الأكثر شهرة، زيدان تصدر الليحة بنفس عدد النقاط ويأتي بعده الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب اليوفي. إلى أخبار التنس، حيث تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور الثاني لبطولة رولان غاروس المقامة بفرنسا بتغلبه على الإيطالي سيموني بوليلي ب3 مجموعات من دون رد وبنتيجة 6-4 6-3 و7-6. بدورة بلغت الأمريكية سيرينا ويليامز الدور الثاني لبطولة رولان غاروس بفوز على التشيكية كريستينا بليسكوفا ب2 مجموعات على التوالي وبواقع 7-6 و6-4. بدورة كانت عم تتأهل أيضا الفرنسية كارولين غارسيا للدور المقبل بفوزها على الصينية يانغ دوان ب2 مجموعات على التوالي وبواقع 6-1 و6-0 لتضمن أيضا بقاءها بهالبطولة. ختام نشطنا الرياضي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تذكير بالعناوين. إحدى المعلمات أي مراقبين سقطت من المبنى من الطابق الثالث. اليوم الأول من امتحانات الشهادة المتوسطة انطلق بشكل مأساوي والضحية معلمة. عون يدعو واشنطن للمساعدة في عودة النازحين السوريين إلى المناطق الأمنة، ويقول إن لبنان مقبل على مرحلة متقدمة من الاستقرار السياسي. هدوء حذر في غزة بعد توسط مصر في وقف لإطلاق النار. في الاقتصاد، إيدال تعلن عن سلسلة إجراءات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القطاعات الإنتاجية. وقد تابعتم في الرياضة، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هايتي وديا. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. تيار المستقبل بعد الرغم الصعب في المعادلة الوطنية.